مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلق برنامج جودة الحياة 2020 بإجمالي إنفاق 130 مليار. وبعد تنظيم هيئة رعاية ذوي الإعاقة، ما الذي سيتغير في حياتهم؟ وأيضا معنا في هذا المساء قرار بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وعاطلو الماجستير والدكتوراه على طاولة يا هلا لهذه الليلة. طاب مساءكم بكل خير، أنا جمال المعيقل أحييكم ورحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا لهذا اليوم. أولى ملفاتنا لهذا اليوم، أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس برنامج جودة الحياة 2020 الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أقرها مجلس الوزراء. ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج حتى عام 2020 إلى 130 مليار ريال. سيكون لنا وقفة مع هذا القرار، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية برنامج جودة الحياة، والذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة التي أقرها مجلس الوزراء، والذي يأتي استكمالا للبرامج التنفيذية والتي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية المملكة وتعزيز ركائز القوة لدى السعودية. أعتقد أنه برنامج جودة الحياة من أهم برامج رؤية 2030، لأنه يهتم بحياة الناس، كيف تكون حياة الناس جيدة، كيف تكون يومهم جيد وسعيد من حيث البنية التحتية، من حيث الخدمات، من حيث جودة الأداء الحكومي، حتى ما يتعلق بالإسكان، ما يتعلق بالترفيه. فلذلك هو لوب برنامج 2030، وهو الذي يجسد المملكة العربية السعودية في المستقبل. يهدف البرنامج إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة ودعم استحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة، واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة وخلق الوظائف وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. من جودة الحياة تتمثل في أن نعيش حياتنا بشكل طبيعي، متعايشين مع الفنون والثقافات مختلف أنواعها، متعايشين مع من يعملون في المملكة ومن يزورونها، ومع ثقافاتهم وثقافة الجاليات في المملكة العربية السعودية. البرنامج يحظى بمتابعة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. من أهم المرتكزات للوصول إلى الغاية المرجوة تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة وتأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير إطار اجتماعي يمكن تفاعل المواطنين والمقيمين، تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة، توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة، تحفيز المجتمع على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصة بنمط الحياة والمجتمع كافة، تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات. كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة
في وطننا، كيف نكون فخورين في وطننا، كيف وطننا يكون جزء مساهم في تنمية وحراك العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي أو على المستوى الحضاري أو الفكري إلى آخره. هذا طموحنا، وسنقدم نقدم كثير للسعودية وللعالم. الترفيه والثقافة بيكون رافد مهم جدا لتغيير مستوى معيشة السعودي في خلال فترة قصيرة. أهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي. أهلا بكم مجددا. نتحدث عن برنامج جودة الحياة الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذا البرنامج الطموح الذي سيغير كثيرا من ملامح المعيشة والحياة في السعودية. أتحدث في هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الأستاذ عبد الله الربدي. أهلا بك أستاذ عبد الله، شكرا لتلبية الدعوة. مشروع طموح، برنامج طموح، لكن قبل ما ندخل في تفاصيله وندخل في البرامج اللي وردت في وثيقة برنامج جودة الحياة التي ستطبق لاحقا، نبغى نعطي الناس بس نبذة، وش مفهوم برنامج جودة الحياة؟ وش اللي نقصده فيه؟ برنامج جودة الحياة، يعني من الصعب صراحة انك تعرف كيف برنامج جودة الحياة، كيف انت حتحسن جودة الحياة. لذلك حتى في الوثيقة اللي نشرت عن البرنامج كان من الصعب عندهم التعريف هذا، لأنه تتعلق بأشياء كثيرة. لكن أعتقد أنه ممكن حنا نقسم زي ما الوثيقة قسمتها برنامج جودة الحياة إلى قسمين: قابلية العيش ونمط الحياة نفسه. فبالتالي البرامج اللي تندرج تحت هذا البرنامج تكون على أن تهدف إلى هذا النوعين. فبالتالي لما تتكلم على رفع جودة الحياة، أنت تتكلم على تحسين النظام أو البيئة الموجودة داخل المدن السعودية لتكون أفضل في المعيشة. هي ما نقول إحنا طبعا الوضع أنه غير جيد، لكن إحنا نتكلم على الطموح للأفضل. فهذا هو الهدف من البرنامج. البرنامج يهدف أن تكون المدن السعودية تكون من أفضل المدن في مستوى المعيشة والخيارات والطموح لدى المواطنين ولدى المقيمين على حد سواء في حول العالم. لذلك تكلمت عن مؤشرات كثيرة، حتى لما تطرقت الوثيقة كانت، يعني على فكرة الوثيقة يعني من أكثر البرامج اللي أنا شفتها من برامج الرؤية تفصيل وتشعب وأهداف بشكل عجيب صراحة، احترافي بشكل ممتاز، إلى حد أنها كانت الوثيقة بحدود 234 صفحة، كبير صحيح. جدا الوثيقة اللي يقراها يعني يلقى معلومات دسمة صحيح. ويعطيك خارطة الطريق لما راح تكون عليه منظر المدن السعودية ونمط المعيشة الاجتماعية داخل المملكة. اليوم الانعكاس لبرنامج جودة الحياة يمس تقريبا قطاعات رئيسية، نتكلم عن الصحة، نتكلم عن البلديات، نتكلم عن الأمانات، نتكلم عن الترفيه، نتكلم عن الترويح، نتكلم عن عدة مجالات، ومرتبطة أيضا بمبادرات الجهات الحكومية التي تعمل عليها الآن واللي مرتبطة ببرنامج التحول الوطني والرؤية. هذا التداخل الكبير، وهو ورد في الوثيقة أنه بعض هذه القطاعات تحتاج إلى تدخل قوي من الحكومة واتخاذ قرارات قوية والمدة قصيرة جدا، ونعتقد الجهات الحكومية والجميع إن شاء الله على قدر التحدي. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل نحن قادرون على إنجاز هذا العمل خلال سنتين؟ أبرز التحديات اللي تواجهنا؟ أعتقد أنه طبعا في تحديات، لابد من الاعتراف أنه في تحديات أكيد، وخصوصا على مستوى النظم والتشريعات، على مستوى جذب الاستثمارات. لما احنا نتكلم عن نمط حياة، احنا نتكلم على وضع اجتماعي، قابلية الناس وطموحاتهم، كيف ينظرون الموضوع، من أي منظور. قد تختلف الرؤية مني لك للشخص آخر كيف يناظر تحسين مستوى المعيشة، كيف يناظر جودة الحياة. فبالتالي أني أنا أتوافق مع المجتمع، هذه عملية شوي معقدة، ولذلك إحنا نناظر في الرؤية أنها حتى على مستوى المناطق في أهداف تختلف من منطقة لمنطقة على مستوى تطلع
أفراد هذه المنطقة لجودة الحياة. بالتالي أعتقد أنه في دراسة جيدة تمت في هذا الموضوع، فيه يعني استيعاب لمدى التحديات اللي موجودة. أعتقد أنه راح نشوف نتائج جيدة من هذه البرنامج، حتى لو يعني حتى لو فرضنا أنه ما جت كل النتائج 100%، على الأقل إحنا قاعدين نقطع شوط في هدف. ما جبنا الهدف 100%، على الأقل لو نجيب 50% يعتبر إنجاز. فزي ما ذكرت وتفضلت أنه الوثيقة والبرامج اللي فيها تتقاطع مع كثير من برامج الرؤية الأخرى، وهو طبعا هذا تم يعني ذكره في الوثيقة. فلما تتكلم مثلا عن الصحة، من أحد علامات تحسين جودة الحياة الصحة، إذا كان في عندنا نظام صحي جيد وسهولة الخدمات الصحية للمواطنين، هذا يعتبر جيد. طيب هذا ما يعتبر تداخل مع برامج أخرى؟ يعتبر تداخل مع برامج أخرى تبع التحول الوطني، قد يكون مع برامج التوازن المالي، وكثير منها داخل مع برامج التوازن المالي. السكن مثلا والإسكان مذكور طبعا من ضمن الأهداف ومن ضمن المؤشرات لجودة الحياة نمط السكن، فبالتالي هذا يدخل مع برامج الإسكان. فبالتالي عندنا كثير من المواضيع، يعني على الأقل خلينا نذكر أنه هذا البرنامج متشعب إلى درجة يعني قوية جدا، فبالتالي هذا اللي زاد صعوبة هذا البرنامج وكيف حيظهر. أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، إذا نجحت السعودية في إنجاح هذا البرنامج، أعتقد أنه راح يكون درس في كثير من دول العالم لكيف تطبق برنامج لرفع جودة الحياة بهذا التشعب وبهذه القوة عن طريق اللي حصل في السعودية. الطموح عالي، القدرات الموجودة من أبناء البلد على قدر التحدي، لكن لنتحدث قليلا عن ماذا نحتاج لنصل إلى المؤشرات والمستهدفات اللي موجودة في البرنامج. نحتاج هذا جانب الحكومة، الحكومة أدت دورها، وضعت المؤشرات، وضعت المقاييس والمستهدفات. نحن من يعمل اليوم، الشباب اللي يعمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمختلف الأماكن، ما الذي نحتاجه منهم اليوم للوصول؟ أول شيء يحتاج طبعا من المواطن أنه يتم استيعاب البرنامج بشكل جيد، وأنه لابد أن يعلم أن هذا البرنامج يهدف إلى خدمته في المقام الأول، ويهدف إلى أنه يكون هو نمط الحياة اللي يعيشها تتحسن بشكل كبير، الخيارات تتوسع، الأنشطة تكثر. فبالتالي يتم بشكل مباشر غير مباشر الأهداف، على فكرة يعني مو بالضرورة أن تكون شيء قياس واضح له، لكن حتكون منظومة كاملة تتحرك. وبالتالي هو فهم أهمية هذه العملية، أعتقد أنه لابد أن يكون في تعاون من الجميع، العمل على خدمة هذا الهدف، العمل على المتابعة، سواء من مواطنين في مسؤولية حكومية، سواء من حتى المواطنين في التفاعل والمشارك في البرامج اللي راح تطرح خلال السنتين الجاية. طبعا لأنه في جزئين، إلى 20 وإلى 25 وإلى حتى إلى 30، آسف، 3 أجزاء. فبالتالي مشاركة المواطن في هذه البرامج والتفاعل معها يعطي الحماس ويعطي الحماس للمسؤولين وحتى القائمين على هذه البرامج أنهم يواصلون العمل عليها. فأعتقد أنه لابد أن يكون المواطن مشاركة جيدة، لأنه هو العنصر الأهم حقيقة في هذا البرنامج. أنا لفت انتباهي بتعريف البرنامج أنه موجه للمواطن والمقيم، وليس فقط للمواطن، وأنه هدف تحسين جودة الحياة اللي أتى عليه البرنامج هو موجه للمواطن والمقيم. كيف سينعكس ذلك على أداء القطاعات ككل في حال أننا وصلنا إلى مؤشرات جيدة في جودة الحياة؟ كيف ستكون إنتاجيتنا نحن كاقتصاد، كقطاعات؟ كيف ستكون نسبة المساهمة؟ بالفعل يعني زي ما ذكرت، هو موجه للمواطن المقيم بحكم أنهم هم المجتمع، يعني لا يمكن أن تفصل المجتمع، وهم جزء أساسي من المجتمع الموجود اليوم. فبالتالي اليوم السعودية لديها رؤية 2030، وأنا برجع لك على سؤالك، لديها رؤية 2030، جزء الرئيسي العمود الفقري منها الاقتصاد، رفع الاقتصاد السعودي والناتج المحلي ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي وما إلى ذلك. لا يمكن أن يتم رفع الوصول إلى هذه الرؤية في هذا القوة من البرامج ومن الأهداف بدون ما يكون في مشاركة فعالة
من المواطن ومن المقيم اللي لابد أن يساهم. يعني السعودية تستهدف إلى جلب المواهب وجلب الخبرات إلى الاقتصاد السعودي للمساهمة في برامج الرؤية. في مجالات جديدة إحنا لسه يعني بالضبط ما وصلنا لها، يعني نحتاج وقت طويل، أننا نحتاج نستقطب خبرات. صحيح، البرامج الموجودة اليوم لرفع الاقتصاد السعودي لابد أن يكون عندنا استعانة بخبرات عالمية، استعانة في مواهب عالمية. بالتالي المواهب هذه وعندهم ستاندرد أو عندهم معايير معينة لنمط المعيشة والحياة، قد يواجه صعوبة القطاع الخاص في جلب المواهب هذه إلى السعودية بسبب عدم يعني تطابق أسلوب الحياة. إيه طبعا، هو يرى أنه هنالك أشياء لابد أن تتوفر في السعودية ما هي متوفرة اليوم، فبالتالي هذه المواهب ما تجي السعودية، ما تجي إلينا الآن. لكن مع تحسن النمط المعيشي ولما ترتفع، هو لما يجي يقرأ بعدين يعرف أن الرياض مثلا ولا جدة ولا الدمام ولا أي واحدة من مدن المملكة، طبعا هم الآن تركيز على 3 مدن من السعودية، أن ترتفع في مؤشرات أو تصنيفات المدن الأفضل للإقامة والمعيشة، شيء طبيعي أنه بيكون عنده الدافع لما يجي عرض عمل إلى السعودية أنه يأتي بدون ارتفاع في التكلفة. لأنه الآن إذا كان، وهذه نواجهها في القطاع الخاص، إذا جينا نستقطب يعني كفاءات من الاقتصاديات أو من يعني من الكفاءات في القطاعات الاقتصادية، لما يجي السعودية يطلب زيادة في الأجر، ليش؟ لتقابل اللي هو فيما يعتبره أنه المؤشر بالنسبة له أو الاحتياجات غير موجودة في السعودية. بالتالي إذا تحسنت أنماط المعيشة بما يتوافق مع الرؤية السعودية والنمط الاجتماعي الموجود عندنا، في أشياء كثيرة لن تضر وتخل في العادات والتقاليد وحتى في المعايير، فأعتقد أنه راح يكون عندنا تكلفة أقل على الاقتصاد ورفع كفاءة الإنتاج ورفع كفاءة التنافسية. اليوم أحد أيضا المبادرات التي تتحدث عنها برنامج جودة الحياة هو الجانب الأمني وخفض عدد الجرائم إلى رقم معين 1.3 تقريبا. هذا الانعكاس أيضا كيف سيكون اليوم أثره على المجتمع ككل؟ بالضبط، زي ما ذكرت، واحدة من المعايير الأمنية نسبة الجرائم ونسبة القتل وما يعني إلى ذلك، اهتمت فيها الوثيقة وحطت لها مؤشرات قياس كم حتكون في عام 2020، كم حتكون في 2025، فبالتالي هي تهدف إلى تقليلها عبر التعاون مع طبعا الوزارات الأخرى اللي هي وزارة الداخلية، بحيث أنه يكون هو مستهدف عليهم في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك مثلا الحوادث المرورية، واحدة من الأشياء اللي طبعا مستهدف أن تقلل، واحدة من جودة الحياة أنه يكون حوادث مرورية أقل. أشياء كثيرة، يعني التشعب في هذا الوثيقة عجيب صراحة، اللي يقرأها راح يجد أرقام ويجد تفصيلات عجيبة، إلى حد أنه حتى في المطاعم، خيارات المطاعم، أنه لابد أنه يعني من الأهداف أنه يكون عنده مطاعم راقية، مطاعم ذات صيت عالي. مو هو بس كذا، حتى حددوها بمثلا المطاعم اللي حاصلة على نجمة ميشلان اللي هي واحدة من المعايير العالمية، أنه راح يكون عندنا كذا مطعم في حاصل على علامة ميشلان. بالتالي التفصيل هذا عجيب يعني، ويدل على دراسة جيدة لما يريده البرنامج والقائمين عليه. الجزء اللي لفت انتباهي أستاذ عبد الله وأنا أقرأ الوثيقة للبرنامج، وجود ربما عدة نقاط تتحدث عن الحدائق العامة، حدائق الحيوانات والأسماك والنباتات، الجولات أيضا، الرياضات التنافسية، الرياضات الخطرة. هذا شيء كنا نفتقده كثيرا، المحميات الطبيعية طبعا، هذا شيء كان يفتقده مجتمعنا بشكل كبير، المتاحف على سبيل المثال كنا نفتقدها بشكل كبير. إلى أي مدى ستسهم وسيسهم وجود مثل هذه الأنشطة في تغيير ثقافة المجتمع السعودي، حتى في تعامله مع الخدمات، في تعامله مع البيئة بشكل عام، البيئة اللي حوله، أتكلم البيئة في مدينته، البيئة في مكان عمله، البيئة في منطقته؟ إلى أي مدى ستسهم هذه الأنشطة في تغيير الثقافة؟ حتسهم كثير طبعا، لما يكون عندي أنا الخيارات موجودة اليوم وبشكل جيد، أكيد حتتساهم في تغيير جزء من الثقافة، في ذائقة
الفرد السعودي من ناحية الفنية، من ناحية المشاركة الاجتماعية، من ناحية حتى تحسين الحياة، من ناحية جودة الرياضة زي ما ذكرت الرياضات والممارسة المشي، يعني كلها مذكورة في هذا الموضوع. بالتالي حتكون تأثيرها مباشر وغير مباشر في تغيير الذائق وفي تغيير النمط وتغيير التفكير والسلوك الاجتماعي لدى الأفراد المجتمع. بالتالي هي تهدف إلى تحسين أشياء كثيرة راح تكون أثار ملموسة في إن شاء الله إذا تم تطبيقها. السؤال الأخير لك، إحدى النقاط التي وردت أنه سيتم من خلال هذا البرنامج استكشاف عدد من الفرص الاقتصادية، ربما أيضا استكشاف عدد من الفرص الوظيفية للمواطنين. إلى أي مدى ستسهم هذه الأنشطة في توفير هذه الفرص أو حتى توفير التوظيف الذي نتحدث عنه؟ أكيد أنها حتوفر، لأنها عندك الآن في قطاعات كثيرة حتنفتح مباشرة بشكل مباشر جراء تطبيق البرنامج، وراح تكون مدعومة طبعا. هذه البرامج أو هذه القطاعات زي مثلا قطاع المسارح، الرياضات، حتى الرياضات الممارسة الرياضات بأنواعها أو الرياضات الشاقة زي ما ذكرت، المتاحف، كذلك المحميات الطبيعية وما معها كل الممارسات اللي بتكون معها، بالتأكيد هذه تفتح بزنس وتفتح اقتصاديات وقطاعات جديدة مباشرة للمستثمرين في القطاع الخاص، بالتالي يقدرون يدخلون فيها. من ضمن الوثيقة كذلك فتح المرافق العامة، المرافق العامة لدى المملكة كثيرة والحكومة كثيرة اللي غير مستغلة، فبالتالي هذه كلها بتعرض على القطاع الخاص لاستثمارها بما يرفع جودة الحياة. فبالتالي راح يكون في خلق فرص استثمارية لدى المستثمرين، مع خلق الفرص هذه راح يكون فتح وظائف جديدة للأفراد، وأظنها ذكر عدد الوظائف حتى يعني المباشرة والغير مباشرة، لا أذكر الرقم بس أذكر أنه فوق 300,000 وظيفة. بالتالي هذا يعني حيفتح اقتصاديا، حيفتح مجالات جيدة للمستثمرين وللوظائف. حنا منك للسعوديين ولكل من يقيم هذه الأرض نقول أنه استعدوا لصدارة العالم الأول إن شاء الله بإذن الله خلال السنوات المقبلة. الأستاذ عبد الله الربدي شكرا جزيلا لك. شكرا للمشاهدين، فاصل ونعود. مرحبا بكم مجددا، واصلين في حديثنا في أهل الليلة. ثاني ملفاتنا لهذا اليوم هو عن الهيئة أو هيئة رعاية ذوي الإعاقة. فبحسب إحصائيات للهيئة العامة للإحصاء فإن من بين كل 1,000 من السعوديين هناك 33 معاقا. هذه الفئة استبشرت مؤخرا بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليعيد ترتيب الكثير من التباين والتشتت الذي كان ملاحظا على واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في السعودية. للحديث بتوسع عن هذه وعن هذا الموضوع تحديدا، معي هنا في الاستوديو ناصر الثنيان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعبد الله العيسى كذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بكم، شكرا لبيتكم الدعوة. لعلي يبدأ من عندك عبد الله. عبد الله، بعد قرار إنشاء الهيئة هل تغير واقع الخدمات لديكم؟ لا، شوف للأمانة أخي ناصر، يعني أنا أول شيء بس قبل ما أبدأ بس بالإجابة أنا أشكر قناة روتانا الدعم الإعلامي اللي دعمت المعاقين بشكل عام، يعني على الأقل هي أحسن من وسائل إعلامية الأخرى اللي يعني ما قدمت أي شيء للكفيف أو للمعاق. شكلك زعلان على الثاني. ما مو أقول زعلان، أنا مو زعلان على حق عبد الله، أنا مو زعلان على حقي، أنا زعلان على حق المعاقين ككل. يعني لماذا احنا، يعني لماذا وسائل الإعلام تدعي، بعض وسائل الإعلام برعايتها المسؤولية الاجتماعية ونحن نرعى المعاقين ونحن سنقدم، في النهاية يعني ياخذون المعاق ويعطونه برنامج نقدر نقول انه برنامج لا يليق بالمستوى، انه برنامج مكرر، او حتى لو عرض عليهم فكرة جميلة ما يتبنونها. بغض النظر اتكلم عن الهيئة وإجابة على سؤالك، نعم ما نقدر يعني نقول إنه الخدمات تغيرت
في في يعني بسبب انه الوقت اللي تاسست فيه الهيئه الى الان قصير فما نقدر نحكم. وش تطلعاتكم طيب يا عبد الله؟ وش تتوقعون اليوم؟ شوف احنا توقعات والامنيات كثيره. احنا صراحه الان انا صراحه لو اقول لك على توقعاتي انا انسان متشائم. ليش؟ لانه انا ما الى الان ما شفت شغل يعني ناس ذوي الاعاقه لا من الان ولا من قبل 10 سنوات أو 5. متشائم للاسف لهالدرجه؟ جدا جدا صراحه. لانه شو السبب؟ السبب يعني انا اقول لك ما وجدت خدمه للمعاقين. طبعا مش كلها والله في خدمات قدمت ولكن بعض الخدمات اللي قدمت لذوي الاعاقه خدمات البهرجه البهرجه الاعلاميه وزياده الشو نقدر نقول انه شو. لكن هذا الشيء يعني من كل الجهات بدون استثناء؟ لا مستحيل لا مستحيل هذا الشيء. يعني بس انت كنت تعمم لا عشان الحد لا بعض الجهات انا ما قلت يعني بعض الجهات لا وبعض الجهات قدمت. عطني مثال يعني الشيء عانيت منه انت او تجد انه في قصور من بعض الجهات. مثلا البصمه مثلا. الان انا الان كفيف انا اقدر اتعامل مع البصمه باليد مثلا. بصمه ايش؟ بصمه الدخول مثلا تسجيل الدخول. أيه؟ انا اقدر اتعامل معها باليد. في اشخاص من ذوي الاعاقه الحركيه مبتوره اطرافهم ما يقدرون يتعاملون فالمفروض توفر لهم بصمه العين. يا رجل في اقل حل بديل تقصد؟ حل بديل في اقل الاشياء يا رجل في المواقع الالكترونيه الحكوميه مثلا موقع مثلا وزاره الشؤون سابقا والى الان الموقع ما زال مستمر ما تقدر تسجل فيه الا بشيء اسمه صوره موجود فيها كود للتحقق ولا يضع حل بديل انه في يكون في تحقق صوتي للمعاق بالرغم انه اصلا هذه الوزاره اساسا هي داعم للمعاقين. فكيف انت داعم للمعاق وما تضع حلول بديله للمعاق؟ وانت ما شفت اي تحسن من بديت يعني تتعامل مع خدماتهم؟ لا في تحسن ولكن مش بالتحسن المطلوب. يعني انا اطالب ما انه عدد المعاقين قاعد يزيد وطالب ان الخدمات تتحسن وتزيد وانا ان شاء الله باذن الله في خلال هذه الرؤيه انا متفائل خير صراحه. ان شاء الله. ناصر هل عندك نفس الـ التحفظات اللي موجوده اليوم عند عبد الاله ولا لك وجهه نظر مختلفه؟ ما لبعض الجهات مش كل الجهات. لا بعض الجهات عندنا مثلا جامعه الملك سعود تقدم يعني خدمات جباره لنا ذوي احتياجات خاصه. يعني اضرب لك مثال انا اتكلم شخصيا شاركت في اليوم الاعاقه الاخير كعضو مركز اعلامي. كعضو مركز اعلامي واخوي صديقي عبد الله يعرف هالشيء. وبرضه منظم ايضا في المؤتمرات. يعني برضو عندنا احنا في قسم الاعلام بقياده الدكتور والرابع العلاقات العامه الاستاذ علي دبكر عندنا وحده تقرير اسبوعي اسمها ذوي الهمم. انا اتكلم على مستوى الشخصي ذوي الهمم. ايه اسمها ذوي والله هذا اسم جيد لعلكم تقترحونه يستبدل فيه اسم الهيئه. على فكره ترى المسمى الصحيح اللي انا وجهه نظري المعاقين مش ذوي الهمم. وهذا المسمى ترى مش بس في السعوديه هذا المسمى حتى الان في دول الخليج وفي الدول العربية بشكل عام بدل ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى لو قلنا ذوي القدرات بدل بذوي الهمم. هذا صار الاسم الدارج الآن زي ما قلت لك أنا المسمى اللي أنا أشوفه وراه من وجهة نظري مناسب لنا معاقين زي ليش يا ناصر؟ لأن المكفوفين إيش المسمى عندهم يا عبد الله المكفوفين؟ من أي ناحية؟ مسمى عميان المسمى العلمي الصحيح عميان. أنا أقول لك وجهة نظري أنا الشخصية معاق لأني أنا معاق لأني أنا عندي إعاقة في رجلي بس مع ذلك أمارس حياتي مع ذلك دخلت الإعلام مع ذلك أشارك وأشارك أيضا خارج. أنا أعرف أنك متفوق وحاصل على مرتبة الشرف يا ناصر. إي نعم صحيح؟ صحيح. بس ليش إحنا ما إحنا مختلفين أنه هذا المسمى العلمي لكن ليش ما تنظر لأنه فيه جانب تحفيزي جانب تشجيعي صحيح. وده جانب التحفيز والتشجيع مو بس للمعاقين حتى للناس غير المعاقين. انا اتكلم على وجهه نظري على المسمى الصحيح ما اتكلم بشكل عام على المسمى الصحيح. طيب وش تتطلعون من الهيئه يا ناصر؟ وش تتوقعون منها؟ ابرز الخدمات اللي تعتقدون انه الهيئه اليوم لازم تقف عليها وتحرص انها تتواجد لكم بشكل عام؟ نعم بكل صراحه انا اتكلم بما ان مجالنا الاعلامي نعم اتمنى ويا ليت يعني متفائل خير انه يكون فيه برنامج يقدم ذوي الاحتياجات الخاصه او معاق او كفيف بشكل مستمر مو ليس بشكل قصير او بشكل فتره قصيره. لا برنامج وش هدفه؟
تكلم عن العاقة، برنامج خاص على العاقة. تعريفي توعوي. توعوي ويستضيف مثلاً مثل الآن قدمت عبر منبركم الجميل استضفتونا. فليش ما يكون لنا برنامج خاص مو فقرة؟ هذا طموح، لكن أنا أتكلم عن احتياج. مثل احتياج من أي ناحية؟ يعني الهيئة اليوم لما تأسست وجدت لرعاية مصالحكم. السؤال اليوم مش زي اللي ذكر قبل شوي عبد الإله، أنه في بعض الخدمات من الجهات يعني لا ترقى للشيء اللي تتوقعونه. نفس اللي قاله أخوي عبد الإله. اسمح لي أخوي جمال بس أضيف شيء، أنه نحن صراحة محتاجين من الهيئة احتواء المواهب، احتواء مواهب ذوي الإعاقة. يعني شوف، أنا ما أنكر صراحة أنه ذوي الإعاقة مقصرين في إظهار مواهبهم، وأنا أكون ممكن أكون شخص منهم، قد أكون شخص منهم. إن نحن منا ناس يعني عزيفة، منا ناس يعني فتيات معاقات، يعني شيفات على مستوى عالي. يعني في ناس يمتلكون مواهب، يعني أنت ما تتوقع إنه ممكن في شخص معاق يمتلك المواهب، لكن ما وجدوا شخص يحتوي مواهبهم ويطورها. في شخص من الأشخاص اللي أعرفه يعزف على آلة العود، ولما راح لجمعية الفنون انه على اساس انه في دورة مقامة وانا ابي اتعلم، فرفضوا، قالوا له لا احنا ما نقدر نعلمك، انت لازم انك يعني تشوف لك احد غيرنا. فطالما جمعية الثقافة والفنون. نعم صحيح. رفضوه لانه معاق. رفضوه لانه معاق، قالوا انت معاق، بس احنا ما راح نعلمك. مو بس جمعية العاقة، لا، حتى الوسائل الاعلامية بشكل عام. لما واحد كفيف او عمى يتقدم عندها يعني وده، أعرف لك كذا شخص يقول لك أول سبب لرفضه أنت كفيف. كيف؟ وحتى لو أعطوه فرصة أي ما يكمل. طيب أنا سؤالي لكم، وخل نرجع للناصر. ناصر، اليوم أنت لما تخرج من بيتك متجه لدوامك، تبي تركب السيارة وتروح، في كثير من الخدمات اللي تمر بها اليوم إلى أن تصل الجامعة، إلى أن تدخل القاعة، بعد ما تطلع برضو، وفي عندك كثير احتياجات. هل هالشيء هذا اليوم أنت تجده على أرض الواقع، قاعد تلمسه، قاعد تحس فيه، في اهتمام ولا ما في اهتمام؟ ما في، حتى لو كان فيه بعض الجهات مو كل الجهات. احنا الآن مقبلين على رؤية، نبي كل الجهات. نبغى كل الجهات، مش جهة معينة، نبغى كل الجهات بلا استثناء. وش أغلب مشاكلكم معهم؟ البصمة. البصمة؟ هذه مو ضمن المشكلة. هذه مشكلة وذكرها عبد الإله، لكن لا، أنا أتكلم عن خدمات لكم. المواقف. المواقف فيها إشكالية بعد؟ يا رجل، في واحد يوقف بدون وجه حق. شخص سليم يوقف بمواقفنا ليه؟ هذه مواقفنا إحنا. طيب والخدمات الحكومية، لما تجي تبي تحصل على خدمة حكومية؟ عدة خدمات. هل الخدمات تمشي بسهولة؟ لا، بالنسبة لك فيها إجراءات يعني روتينية. ما راح تكون يعني إجراءات يعني تطول، يعني ما راح تكون يعني مثلا لما أقدم مثلا على إعانة ما راح أستلمها بعد أسبوع أو أسبوعين، لا. يبي لك تتابع معها. هل تعتقدون أنه الهيئة يا عبد الإله قادرة على حل هالنوع من المشاكل؟ نعم، وبقوة. احنا إذا أوجدنا قاعدة، أوجدنا خطة تطويرية، صار في اجتماع وأخذت آراء المعاقين، أو أنه في شخص من المسؤولين يتابع القناة الجميلة هذه ويتابعك أنت ويتابع هذا البرنامج ويتابع هذا اللقاء ويأخذ الآراء والمقترحات والتطلعات، نعم هي قادرة أنها يعني تنشئ خدمات المعاق يعني يتصورها. وممكن المعاق ما يعتقد انه في خدمات، يعني ما يعتقد انه ممكن تنشئ مثل هذه الخدمات. لا، هي قادره انها تسوي الشيء، انها تتصل الى طموحات المعاق. تعقيبا على كلام اخوي عبد الله، هي على حسب المسؤول. متى ما كان المسؤول يهمه ويحرص، صدقني راح يسوي المستحيل. لا، هي ما هي بمزاجه، يعني هو المفروض عنده نظام وقاعد يطبقه ويتعامل معه على هالأساس. النظام من أي ناحية؟ نظام تجاهكم، تجاه فئة اليوم مهمة ولها دور ولها مساهمة كبيرة. بس أنت تقول نظام من أي ناحية؟ كيف نظام؟ اليوم لما يكون في هيئة
موجودة معنية برعاية مصالحكم. أنا أتكلم المسؤول، ما أتكلم عن الهيئة، أنا أتكلم المسؤول بعيد عن الهيئة. وش تقصد؟ من سيحاسب المسؤول إذا تأخر؟ إذا كانت أصوات المعاقين لا تسمع إلا في روتانا، وهي قناة يعني هي القناة نقدر نقول إنها شبه الوحيدة اللي تسمع لأصوات المعاقين من ناحية وسائل الإعلام المرئية. من شبه الوحيدة؟ شبه الوحيدة. أيه هذا فيه إجحاف لزملائنا ولا لا؟ لا مو إجحاف، أنت عندك قناة ولا حقيقة هذه أنتم واجهتوها؟ لا لا، عندك خليني أقول لك شيء يا أخوي جمال، إحنا نبغى بس نميز بين تقديم الخدمات وتقديم الخدمات بإحترافية. جيد. قناة روتانا لما تقدم لك مثلا انه تستضيفك في لقاء مش عشان رفع عتب. قناة روتانا كم استضافت معاق؟ ما اقدر اعدهم كثير، 2 3 4 5 6. القنوات الاخرى ممكن تستضيف المعاق 10 دقائق، نظام اللي انا بسوي مسؤولية اجتماعية، انا بسوي تجربة مع المعاقين عشان انه اكون يعني حاولت اني اقترب من جميع اطياف المجتمع. مشكلة رفع عتب، مشكلة القنوات مش يعني لا مشكلة، في قنوات تقدم، في قنوات لا، زي روتانا تقدم لروتانا. اي انا قلت لك لا انا اقول لا بس معيش، انا اقول انا مدحت قناة روتانا واثنيت وقلت انه قناة روتانا تقدم الخدمات ايصال الاصوات للمعاقين باحترافية، ولا احد من المعاقين يقدر ينكر هذا الشيء. انا معك روتانا. طيب خلونا بس بموضوعنا عشان ما يصير كله مدح لنا برنامج خاص. لا هذا حقك. السؤال اللي لازلت اطرحه اليوم، هل ورد لعلمكم أنه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تأسست بقرار مجلس الوزراء اليوم اجتمعت مع ذوي الإعاقة، أخذت آراءهم حيال أنظمة، حيال قرارات، حيال إجراءات ستتخذها مع جهات حكومية؟ سمعتوا هالكلام قبل يا ناصر؟ هل اجتمعت الهيئة معكم؟ هل أخذت آراءكم؟ بالنسبة لي لا. ما في، ما ولا أقدر أحكم عليها من الآن. إيه لأن لا زي ما احنا ما نطلب حكم، احنا نقول اللي انتم تتوقعون من الهيئة هذه. اتوقع كل خير. هو يا عبد الله ذكر انه متشائم، لا انا متفائل. ليش متفائل؟ متفائل لانه قياداتنا يعني ليش محفزات التفاؤل عندك لهالدرجة؟ لان قياداتنا الحكومية، لان قياداتنا بقيادة خادم الحرمين ومحمد بن سلمان من ضمن الرؤية انهم مهتمين بفئة ذوي الإعاقة. فليش ما تفاعل؟ بالعكس اتفائل. لانه في تغير الآن، بالعكس نتفائل، متفائل بحكومتنا الرشيدة أنها متقدم كل ما يحتاجها المعاق أو ذوي احتياجات خاصة بشكل عام. عبد الإله أسلم، هل كان في أي من زملائك استطاع الوصول أو التفاعل أو التواصل مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة؟ لا شف، ما صار في أي تواصل، لكن ممكن أنهم حاولوا مثلا يدرسون مثلا اقتراحات ومتطلبات مثلا من لقاءات سابقة. طبعا أنت عارف أنه لقاءات يعني لقاء ذوي الإعاقة مثلا في التقارير مثلا أو في بعض البرامج البسيطة يعني ذكر فيها بعض الاقتراحات وبعض المتطلبات اللي يحتاجونها. فنقول ربما أنه اجتمعوا مثلا أفراد الهيئة ودرسوا هذه اللقاءات واستنتجوا منها بعض المقترحات اللي يحتاجها المعاق. كلمة أخيرة يا عبد الإله. كلمة أخيرة، أنا أقول أنه أنا مش متشائم بالهيئة طالما ستتخذ خطة، طالما ستمشي على قاعدة، طالما ستمشي على متطلبات المعاق. أنا بإذن الله عز وجل أني سأكون بإذن الله في هذا المكان بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، إذا كانت الهيئة نفذت المخططات ومتطلباتنا بإذن الله سأثني عليها وسأكون من أكبر الداعمين إن شاء الله. وأنا معك إن شاء الله. أو ناصر كلمة أخيرة. أول شيء أشكرك أستاذي وأشكر برنامج هلا على شكر لكم تحت فرصة لنا. كما ذكر أخوي عبد الله، بإذن الله إذا قدمت الهيئة بكل ما نحتاجه بعد 5 سنوات ثقة تامة، أنا وزميل عبد الله راح نتواجد هنا أو برنامج آخر وراح نثني. إحنا راح نقول للمحسن أحسنت، والمخطئ تراك أخطأت. وإحنا راح نكون سعيدين باستضافتكم مرة ثانية إن شاء الله. يعطيك العافية. راح نكون سعيدين أن نوصل صوتكم وسنستمر بهالشيء. شكرا جزيلا لكم ناصر الثنية من ذوي الاحتياجات الخاصة، شكرا جزيلا لك وعبد الإله العيسى، شكرا جزيلا لحضوركم. فاصل ونعود.
مرحبا بكم مجددا. تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 من صفر من العام المقبل 1440، والعمل على توفير البدائل الأخرى للمربين عبر تسهيل استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج. الحديث حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو المهندس محمد العبد اللطيف، مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف. أهلا بك مهندس محمد، شكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا بك، شكرا لك أخوي جمال. شكرا لك. خليني بس أرجع شوية بحيثيات القرار، لماذا الإيقاف؟ طبعا هو الإيقاف صدر بناء على قرار مجلس الوزراء زي ما تفضلت، اللي هو رقم 66 في 25/2/1437. القرار صدر بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، بحيث أنه يبدأ تفعيل القرار في 25/2/1440. الأسباب طبعا صدور القرار هذا هو للمحافظة على الموارد الطبيعية. زي ما تعرف إحنا المملكة يعني بلد صحراوي يحتوي على مياه جوفية غير متجددة. الحقيقة في السنوات الماضية صار فيه استنزاف كبير للمياه الجوفية، صار فيه زيادة في الرقعة الزراعية للأعلاف، وصلنا إلى مساحة تقريبا حسب آخر إحصائيات لدينا عن طريق التصوير الأقمار الصناعية إلى حدود 640 ألف هكتار مزروعة بالأعلاف الخضراء. هذه تستهلك سنويا في حدود 17 مليار متر مكعب من المياه. حقيقة هذا الرقم رقم ضخم يعني، ويعني هذه المياه فعلا يجب المحافظة عليها يعني للأجيال القادمة، وتقنين استهلاك المياه بما يعني يتوازن مع وضعنا في المملكة. فلهذه الأسباب صدر هذا القرار بإيقاف زراعة الأعلاف من مجلس الوزراء المقرر. طيب اليوم احنا لما نوقف زراعة الأعلاف هناك انعكاس وضرر يقع على مزارع الأعلاف بشكل أو بآخر، وشلون بتتعاملون معه في الوزارة؟ طيب الحقيقة الإيقاف يعني هو جاء عبر تنظيم، هو أعطى القرار مجلس الوزراء أعطى لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تقوم بدراسة شاملة لتحديد ضوابط هذا الإيقاف، وتمت فعلا هذه الدراسة بالاشتراك مع عدة جهات حكومية، مع وزارة المالية، مع وزارة التجارة، مع وزارة الداخلية، مع صندوق التنمية الزراعي، وعد الدراسة وتم إقرارها، وبعد ذلك صدر الضوابط تنفيذ هذا القرار. صدر قرار آخر مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الضوابط. الضوابط الحقيقة هذه حددت المزارعين، الإيقاف ليس مطلق، هي حددت أنها من يزرع أعلاف في مساحة أكثر من 50 هكتار، أو الحد الأقصى للزراعة هو 50 هكتار، ومن يزرع أعلاف في مساحة أكثر من 100 هكتار هو من ينطبق عليه القرار الإيقاف، يجب عليه التوقف. احنا إذا نتكلم عن الشركات الكبيرة، نتكلم عن 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 الشركات الكبيرة، نتكلم عن المزارعين، كبار المزارعين لدينا، ليس فقط يعني الشركات الكبيرة هي من تمارس الزراعة على مساحات كبيرة. نعم. أيضا لدينا ملاك مزارعين كبار حقيقة يزرعون على مساحات كبيرة. فهذا القرار هو حقيقة يستهدفهم بالإيقاف. طيب خليني بس شوية نروح بخيالنا شوية عشان الناس بس تستوعب حجم. نعم. المشكلة اليوم لو ما تم الإيقاف واستمرت الحال على ما هي عليه، في واتسعت الرقعة من 640 ألف قلت لي هكتار. نعم. إلى أكبر من هذه الرقعة، تضاعفت إلى الضعف أو إلى ما إلى ذلك، وش الانعكاس على خلينا نقول الأمن المائي عندنا اليوم؟ والله 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 يا أخو جمال يعني الموضوع واضح للعيان، يعني لا يحتاج حقيقة حتى إلى تنظير أو إلى دراسات. يعني إحنا اليوم نشوف في مناطق زراعية الآن مهمة عندنا زي منطقة الجوف أو منطقة واد دواسر أو منطقة حتى الخرج أو مناطق أخرى، نلاحظ أن فيه انخفاض في منسوب المياه، انخفاض واضح وجلي. يعني أي مزارع اليوم لو تسأل اليوم أنت قبل 10 سنوات كم كان منسوب المياه عندك في الآبار، وتسأل عن اليوم حتلاقي أن فيها فروقات تصل إلى 50-60 متر انخفاض في منسوب المياه. بالتالي هذا معناه أن فيه استنزاف المياه الجوفية. 50-60 متر انخفاض منسوب المياه فترة كم؟ سنوي ويومي لا شهري. يعني احنا نتكلم مثلا على مدى، انا ما اقدر اعطيك حقيقة ارقام قاطعة لان الموضوع تختلف منطقه لمنطقه طبعا. ولكن احنا نتكلم مثلا على مدى 10 سنوات من الان يعني او من ما قبل 10 سنوات حتى اليوم في انخفاض واضح في منسوب المياه في 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 المناطق الزراعيه لدينا. يعني استمرار الهدر بهذه الطريقه. نعم. ما في شك انه راح يؤدي الى في النهايه
يعني الى 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 نزول المياه بشكل اكبر، حتى يعني حتى يمكن تصبح في يوم من الايام من الصعوبه استخراجها، يعني تصبح عمليه استخراجها غير اقتصاديه، لان كنت الماء في الابار يعني لما ينزل الى حد معين تضطر انك انت تركب مضخات اعماق كبيره ومكان كبير، تصبح الكلفه اعلى من 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 قيمه المياه. وبعضها كثير منها مدعوم من صندوق التنميه الزراعي، فالتكلفه على في الجانبين تعتبر. طبعا هو البنك الزراعي الحقيقه يعني هو في مرحله من المراحل ما في شك انه كان يعني يعني كان يدعم الزراعه لما كان حقيقه توجه الدوله يعني في 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 دعم الزراعه، ولكن ايضا البنك الزراعي اتخذ يعني سياسه من عده سنوات بانه اوقف يعني اوقف اقراض اي مزرعه تزرع العلاف، مدخلات يعني زراعه يعني او معدات يعني تستعمل لزراعه الاعلاف او 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 ما يتعلق بالمكاين او المضخات. طيب. البنك الزراعي لا يقرضها ولا يدعمها. وش البديل عند المزارعين اليوم اذا اوقفوا زراعه الاعلاف الخضراء؟ طيب احنا نتكلم اليوم عن المزارعين، احنا حسب الان طبعا احنا بدانا في برنامج لتسجيل بيانات المزارعين، حسب ما يتراءى لنا الان انه تقريبا حوالي 70% من 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 المزارعين كاعداد هذول لن يشملهم الايقاف لانهم صغار مزارعين. الفئه اللي راح يشمل الايقاف لا تتجاوز 30% كعدد، ولكنها كمساحه تمثل مساحه 70%. 70% هو مساحه بيد 30% من الملاك اللي هم كبار المزارعين والشركات الزراعيه الكبرى. كمزارعين ان شاء الله يعني طبعا هدف القرار وهدف الوزاره وتاكيد الحقيقه يعني الجهات العليا في الوزاره مثل معالي الوزير وسعاده وكيل الوزاره للزراعه ان يعني القرار يطبق بحذافير ما لا شك فيه، ولكن ايضا تراعى فيه احوال صغار المزارعين، لان حقيقه القرار اتاح لمن يزرع 50 هكتار واقل بالاستمرار في الزراعه، وهذول يمثلون الشريحه العظمى في شرائح المزارعين. وهذا فعلا واقع بما وجدناه في 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 سجلات المزارعين اللي سجلوا عندنا. بس ما قلت لي وش البديل؟ إذا تتكلم عن البديل فيما يتعلق في بديل الأعلاف، طبعا حسب برضه ما نص عليه قرار مجلس الوزراء أن البدائل حددها في شيئين، الشيء الأول اللي هو الأعلاف المصنعة المركبة. هذا يعتبر بديل الآن متاح، والوزارة الآن يعني احنا لدينا الآن يعني اجتماعات متواصلة وورش عمل مع 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 المصانع الأعلاف للتأكد من جاهزيتهم لتغطية النقص المتوقع في الأعلاف الخضراء. سد احتياج السوق. النقطة الأخرى أيضا اللي هو الدعم دعم المشاريع الزراعيه في الخارج. نعم. يعني المستثمرين السعوديين اللي يقومون بالاستثمار في مشاريع زراعيه في الخارج. برنامج الملك عبد الله؟ لا انا اتكلم حقيقه ولا هذا مختلف تماما؟ لا هذا برنامج مختلف. طيب. يعني اليوم الوزاره اليوم وصندوق صندوق التنميه الزراعيه يدعمون التوجه ان يقوم المستثمرين الزراعيين او المستثمرين السعوديين بالاستثمار خارج المملكه في بلدان الزراعيه وزراعة الأعلاف بغرض تصديرها إلى المملكة أيضا لتغطية النقص. جيد. فهذا المحورين اللي راح تغطي النقص بإذن الله. بس بقف أنا وأنت مهندس محمد على موضوع برنامج سجل. نعم. اسمه سجل البرنامج. نعم. نعم. لتسجيل بيانات المزارع، وش فكرة البرنامج؟ طبعا هو فكرة البرنامج حقيقة جت برضه يعني كتطبيق لأحد قرارات مجلس الوزراء اللي نصت على أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لبناء قاعدة بيانات متكاملة لمزارع الأعلاف في المملكة في نطاق الرف الرسوبي. طبعا إذا سمحت لي أوضح نطاق الرف الرسوبي هي ست مناطق تشمل منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم ومنطقة حايل ومنطقة الجوف ومنطقة تبوك. مناطق الرف الرسوبي بمعنى هذه اللي تحتوي على المياه الجوفية غير متجددة. ما عدا هذه المناطق تسمى مناطق الدرع العربي. هذه تحتوي على مياه تحتوي على مياه سطحية، فهذه لا يوجد فيها حظر ولا يوجد فيها إشكال من ناحية الزراعة متى ما توفرت المياه. نجي على 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 نقطة برنامج سجل. البرنامج هذا هو حقيقة برنامج يعنى بتسجيل بيانات وتكوين قاعدة بيانات للمزارع، جميع المزارع المحورية في منطقة الرف الرسوبي. نحن الآن نعمل على بناء قاعدة بيانات لهذه المزارع، وندعو جميع المزارعين الذين يملكون مزارع محورية فيها جهاز ري محوري واحد أو أكثر أنه يتقدم لتسجيل بياناته. البرنامج لا يحتوي على يعني في 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 في
في الوقت الحالي على على اي يعني صفه او 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 او, أو مثلا تعطي صبغه للمسجل سواء انه يعني قانوني او غير قانوني او ايقاف او شيء، هو فقط اليوم هذه فقط عمليه بناء قاعده بيانات. بالضبط، جمع بيانات سوف يتلوها باذن الله تعالى. المرحله اللاحقه هي مرحله تحليل البيانات وتطبيق ضوابط قرارات مجلس الوزراء المتعلقه بايقاف زراعه الاله. طيب اللي ما يسجل وش اللي يصير معه؟ طبعا يعني شوف، احنا لما نقول اليوم ان مجلس الوزراء يعني في نص صريح يقول انه يلتزم جميع مزاولي النشاط الزراعي بالحصول على سجل زراعي من وزاره البيئه والمياه والزراعه. ف سجل زراعي يعني اللي هو اللي هو اللي هو التسجيل الان وما بعده وما سيتلوه اللي هو في رسوم عليه ولا ما في؟ لا يجد رسوم مجاني. لا يجد طيب. رسوم نهائيا. فبالتاكيد عفوا، بس الالكتروني بالكامل هو التسجيل كامل هو الحقيقه واللي يحتاج اوراق لا هو 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 التسجيل الالكتروني، ولكن الحقيقه يحتاج حضور المزارع لان نحن نحتاج التحقق من 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 بعض الاوراق او المستندات، نحتاج التحقق من هويه المواطن او المزارع، نحتاج للتحقق من سند الملكيه. فيحتاج المزارع انه يزور اقرب فرع لديه يحضر هويته ويحضر سند ملكيه المزرعه سواء صك سواء يعني اي 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 وثيقه نعم تملك نعم لديه، ويتم مطابقتها ويتم رفع نسخ منها في الجهة في النظام وبعد وتحديد احداثيات المزرعه على الخريطه وتحديدها، وبعد ذلك تتم عمليه التسجيل. في مده معينه للتسجيل وبعدها يغلق التسجيل ولا مفتوح؟ والله احنا الحقيقه بدانا اطلقنا البرنامج في 2/6/1439. اعطينا 3 شهور لهذا البرنامج. فالبرنامج يعني التسجيل، نطاق التسجيل ينتهي في الاول من رمضان لهذا العام باذن الله تعالى. السؤال الاخير بس مهندس محمد، وهذا اعتقد انه مهم سلكيه لانه يعني يثير حوله الكثير من النقاط. كان فيه هناك يعني عدد من الاخبار التي صدرت او ظهرت او تم تداولها عند اطلاق البرنامج انه في فرض رسوم على النخيل تحديدا وغيرها، هل هالكلام صحيح؟ طبعا هذا الحقيقه في بدايه اطلاق البرنامج تزامن مع هذه الحقيقه في طلعت بعض الاشاعات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ان التسجيل هذا سوف يعني يترتب عليه فرض رسوم وفرض ضرائب مثلا على الاجهزه المحوريه او حتى على المواشي. والحقيقه هذا الموضوع لا اساس له من الصحه وتم نفيه في حينه، والحمد لله يعني اعتقد المزارعين اليوم اصبح عندهم الوعي الكافي وتم استيعاب ان هالامور هذه امور غير صحيحه وأن الأخبار تؤخذ من مصدرها الرئيس الحقيقة. جي. مهندس محمد العبد اللطيف مدير عام مشروع إيقاف زراعة الإعلاف، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك. أنا شاكر لك وجنال. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. مرحبا بكم مجددا، لازلنا مستمرين في طرح ملفاتنا في هلا لهذه الليلة. قامت الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل صاحبة الخبرة في إنشاء المدارس وروضات الأطفال وإدارتها منذ سنوات بطرح مبادرة وطنية لمعالجة مشكلة التعليم المبكر على مستوى المملكة وعلى مستوى على مستوى المملكة، وترى تخيل أن مبادرتها تطرح مفهوما جديدا على مستوى العالم وسوف تعالج من خلاله التوسع في مرحلة رياض الأطفال في المملكة بدون أي تكلفة على الدولة. ينضم معي عبر اتصال هاتفي صاحبة المبادرة الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا. أهلا مساء الخير. الله. دكتورة، من الواضح أنه مبادرتكم المليونية اليوم في رياض الأطفال لعام 2022 تأخذ منطلقاتها من رؤية المملكة 2030 وتصب فيها بشكل مباشر. هل لك أن تقدمين لنا فكرة عن هذه المبادرة، كيف ستعالج مشكلة رياض الأطفال في السعودية؟ أكيد. طبعا رؤية 2030 ركزت على 3 محاور، إذا نتذكرها: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. ال3 محاور هذه في رأيي لا يمكن أن تتحقق بدون الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة. ولما أقول الطفولة المبكرة أقصد مع عمر العمر ما دون 6 سنوات. المرحلة هذه مهمة جدا في تكوين المجتمع واقتصاد وموضوع اقتصادي بحت. ليه؟
لأنه مرحلة الطفولة المبكرة يتكون فيها الأساسيات لتكوين الفرد، بمعنى أن إذا عرفنا أنه تقريبا 80% من ذكاء الإنسان أو الفرد يتكون قبل مرحلة 6 سنوات، هذا موضوع خطير يجعلنا نفكر هل الاستثمار في هذه المرحلة أقل أهمية من الاستثمار في التعليم العام أو التعليم الجامعي. النقطة الثانية القيم التي هي تعتبر المحرك الأساسي للأخلاقيات. القيم إذا إحنا ما مستحيل تزرعها قبل بعد عمر 6 سنوات، صحيح. تكون فإذا الاهتمام بهذه المرحلة موضوع محوري في المجتمع. وإذا رأيت الأعداد اللي موجودة في هذا الفئة العمرية في المجتمع السعودي تجد أنها ما تقارب 3 مليون طفل. 3 مليون طفل فقط، ما يقارب 200 إلى 300 ألف الآن مفتوح لهم فرص في التعليم المبكر. هذا يعني أن 90% أو ما يفوق 90% من الأطفال لا يوجد لديهم فرص في المملكة للدخول والالتحاق برياض الأطفال. وهذا موضوع جدا خطير الصراحة إذا عرفنا بأهمية هذه المرحلة وتبعياتها. فهذا بمختصر مفيد عن الموضوع الاهتمام بالروضة. إذا بنتحدث عن المبادرة، وزارة التعليم مهتمة جدا بموضوع رياض الأطفال وتتفهم كثير المردود لهذه المرحلة، ولكن تعاني من تحديات كبيرة في معالجتها. فإذا نظرت إلى يعني الوزارة طلع أكثر من 30 سنة تحاول حل هذه القضية وإتاحة الفرصة للأطفال للالتحاق برياض الأطفال، إلى درجة أنها بدأت تفكر كيف تجعله إلزاميا للالتحاق برياض الأطفال، خاصة إذا نظرنا إلى موضوع المربيات اللي الآن في البيوت ومستوى تعليمهم والأطفال التي تحت رعايتهم وما يسبب ذلك من تأثير على نمو الذكاء والقيم وما لذلك. إذن وليش الوزارة طيب ما قدرت تحل المشكلة كلها السنوات؟ الوزارة الموضوع صعب. الوزارة الآن ميزانيتها تقريبا انخفضت هذا العام من 222 مليار إلى 192 مليار، وهي تخدم تقريبا 5 مليون طالب. إذا بتضيف على 5 مليون طالب 3 مليون طالب، مستحيل لها تخدمها بالميزانية الحالية. فيجب أن يغير طريقة التفكير في خدمة هذه المرحلة بطريقة أنها تجعلها نحولها من القطاع العام إلى القطاع الخاص. والمبادرة تحدثت عن هذا التغيير أو التحويل من موضوع من تغييرها من القطاع العام إلى قضية قطاع خاص والتعامل معها. دكتورة، يعني المبادرة ضخمة وفكرتها يعني خلاقة. السؤال اللي يطرح نفسه كيف ستتم تغطية التكاليف التي قد تصل إلى المليارات، وما هي المكتسبات التي اليوم ممكن تعود على الدولة ممثلة في وزارة التعليم كما ذكرتي؟ الحل صراحة هو استغلال الموارد الموجودة حاليا، يعني ما ننظر إلى موارد جديدة. أنا أعتقد المبادرة ذكرت أنه حللت الموضوع إلى مراحل، قالت أول مشكلة تواجه الدولة اللي هي موضوع الأراضي. أنا عشان أوفر أراضي لهذه الروضات حيكون المبالغ ضخمة، فاقترحت أن تستفاد من الحدائق العامة الموجودة حاليا في كل حي، في كل حي، في كل مدينة في المملكة هناك حديقة عامة. لماذا لا نستغل هذه الحديقة؟ وهذه في الفترة الصباحية أصلا ما حد يروح لهذه الحدائق، فالفترة الصباحية ليش ما تستغل مسافة معينة من هذه الحدائق، قدرت أنا من 250 إلى 300 متر مربع، يعطى فيها تصريح وليس تمليك، وإنما تصريح للمستثمر أن يستخدمها كروضة. الحديقة لها مميزات، عندك مساحة للركض للأطفال، عندك ملاعب للأطفال، في مساحات آمنة قربها من البيوت بحيث أن الأم تطلع من بيتها تحط الطفل في الحديقة اللي جنبها، ترجع من عملها تاخذ الطفل وترجع لبيتها. فالاكسسبيليتي ولا القرب المسافة مهمة جدا. فعالجت موضوع الأراضي بأن يعطى تصريح من الدولة للمستثمر أن يستخدم أراضي الحدائق 200 إلى 50 إلى 300 متر مربع، يعطى تصريح لاستخدامها كروضة. حتى إذا ما تبغى تعطيها كتصريح ممكن يكون هناك تأجير رمزي.
عالج موضوع هذا علاج موضوع الأراضي، علاج موضوع المباني. المبنى اقترحت مباني، المباني الجاهزة. المباني الجاهزة لها ميزة إنك تقدر تنقلها من مكان إلى آخر، وتعطيك مباني جميلة صراحة، تبنى ومخصصة لخدمة الطفل. المباني هذه قدرنا تكلفتها، عملنا عليها دراسة، قدرنا تكلفتها تقريبا 1,000,000 ريال سعودي مجهزة بكامل التجهيزات. لما تجي وتجي جهات مثل التأمينات الاجتماعية، مثل مؤسسة التقاعد، رجال أعمال، كل يبحث الآن عن فرصة استثمارية لها عائد جيد وآمن. لما وجرتنا العائد على هذه المباني لقينا أنه تقريبا 10% وآمن، بمعنى أنا إذا أسست هذه الروضة في هذه الحديقة وما كان عليها طلب أقدر أنقلها من هذه الحديقة إلى حديقة أخرى، وبالتالي المستثمر يضمن العائد عليه 10%، هذا يجعله مرتاح جدا. ومؤسسات مثل المؤسسات الحكومية لما تبدأ تستثمر في هذه المباني نكون هنا عالجنا موضوعين، استثمار آمن وفي نفس الوقت خدمة للوطن. أنا شكر لك جدا الدكتورة إلهام بنت منصور، تخيل صاحبة مبادرة دكتورة إلهام بنت منصور الدخيل، صاحبة مبادرة المليون طفل في رياض الأطفال لعام 2022. الأفكار اللي طرحتيها جدا خلاقة، استغلال المرافق العامة ربما هو محور أيضا مهم جدا، وقد يكون أيضا مرتبط بما ذكرناه وتحدثنا عنه في برنامج جودة الحياة. شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى جانب آخر أو موضوع آخر أيضا أعزائي المشاهدين، رعاة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز اليوم حفلة تخريج طلاب جامعة رياض العلم. التفاصيل مع الزميل عبد المحسن التميم في التقرير التالي. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة رياض العلم الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والبورد السعودي في تخصصات طب وجراحة الفم والأسنان والصيدلة. وأعرب رئيس مجلس أمناء جامعة رياض العلم البروفيسور عبد الله بن ركيب الشمري أن رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذا الحفل تأتي تشريفا ودعما لمسيرة الجامعة ودافعا للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات التي تشهدها الجامعة ودعما وتشجيعا للخريجين. تحرص الجامعة على تخريج كفاءات علمية وطبية متميزة في تخصصاتها لتكون بذلك مساهمة في تحقيق رؤية المملكة حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين. نتابع بعد الفاصل عاطلو الماجستير والدكتوراه يتحدثون لمنبر يا هلا. حياكم الله مجددا. آخر ملفات يا هلا الليلة. يشتكي المئات من السعوديين من حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه من عطالتهم عن العمل نتيجة سد الجامعات السعودية أبوابها في وجوههم بحسب آرائهم، حيث تبرر أغلب حالات الرفض بعدم وجود شاغر في ظل وجود أكثر من 18,000 غير سعودي يقومون بالتدريس في الجامعات السعودية، كثير منهم من جامعات عربية صغيرة. سيكون لنا وقفة مع هذا الموضوع ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. عطالة المواطنين من أصحاب الدراسات العليا من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه يتساءلون عن مستقبلهم ومصيرهم المجهول في ظل تهميشهم
عدم تقدير طموحهم وما وصلوا إليه على حساب عمر مضى بين الكتب والأبحاث، يتعجبون عن عطالتهم وهم يرون أنفسهم الأولى للوظائف ولم يجدوا من يثق بهم بعد. أسئلتهم عديدة، الإجابة لم يجدوها حتى الآن. علامة الاستفهام باتت في كل جملهم، والوظيفة تؤرق أحلامهم، تساؤلاتهم لماذا يتم تعيين المعيدين بالبكالوريوس وتأهيلهم في الخارج لفترة طويلة والتعاقد مع وافدين حتى يعود المعيدون المبتعثين دون استثمار للخريجين المؤهلين والجاهزين للعمل. يتساءلون هل من المنطقي الإعلان عن وظائف أكاديمية برتبة أستاذ وأستاذ مشارك للسعوديين؟ هذه ترقية بعد الدكتوراه، والعاطلون جميعهم يحملون الماجستير أو الدكتوراه. يتساءلون كيف سنضمن توظيف الأكفأ والأجدر من المواطنين دون واسطات، والمفاضلات تتم داخل الأقسام وتصادق عليها المجالس دون أي رقابة وفي خطوات غامضة تفتقر للشفافية. لماذا لا تعلن النتائج عبر الموقع الرسمي للجامعة وأمام الجميع؟ أسئلتهم عديدة، وأحلامهم برفعة وطنهم لا حد لها، كل أمنياتهم فرصة يثبتون جدارتهم وأنفسهم بها. محمد العرجاني، يا هلا. أهلا بكم مجددا. الحديث عن عاطلي الماجستير والدكتوراه، ينضم معي هنا في الاستوديو الأستاذة أمل الخالد، وهي عاطلة وتحمل درجة الماجستير، والدكتورة رنا العبدان أستاذ نظم المعلومات والاتصالات المساعد. كما ينضم إلينا من استوديوهاتنا في جدة الدكتور فيصل الأهدل، وهو عاطل يحمل شهادة الدكتوراه في الطاقة المتجددة بالأقمار الصناعية. لعل يبدأ من عندك أستاذة أمل، ما الذي تطالبون به اليوم؟ أولا أشكركم على كرم استضافتي، وأتمنى إن شاء الله أن أمثل زملائي وزملاء زميلاتي من خريجي الماجستير والدكتوراه خير تمثيل. طبعا أنا أمثل نفسي الآن وأتحدث بالنيابة عنهم. أنا خريجة ماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص إدارة أعمال، دبل ميجر اللي هو تخصص إدارة، وأيضا التخصص إدارة رعاية صحية. واجهت مشاكل مثل بقية الأخوة والأخوات حين التقدم للوظائف الأكاديمية. من ناحية الوظائف الأكاديمية، يشترط هنا في الجامعات السعودية امتداد التخصص، ويشترط العمر، ويشترط كذا عنصر نواجهه لما نتقدم لمجال امتداد التخصص. تقصدين بكالوريوس ماجستير دكتوراه يكون نفس التخصص؟ نعم صحيح، ما تغير تخصصك. أي لا تغير تخصصك. نعم تمام. بينما هذا الشيء بالنسبة للوافدين مقصى، يعني الوافد يعني مسهلة له الأمور، وبحثوا الزميلات والزملاء عن هذا الشيء وأوجدوا أدلة على ذلك، أنه لماذا لا نساوى بهم. إحنا لسنا ضدهم ولا نحمل أي عنصرية تجاه أي وافد، كلنا أبناء ونشهد لا إله إلا الله ومسلمين جميعا. ولكن لماذا لا يساوى ابن وابنة البلد بهم؟ هذا هو المطلب الأساسي في بالنسبة للوظائف الأكاديمية. وش كان رد الجامعات اللي تواصلت معهم؟ والله كشخصي أنا ردهم امتداد تخصص. في جامعة من الجامعات نزلوا في إعلانهم أنه لا نشترط امتداد التخصص من دون ذكر اسم الجامعة، وتقدمت وكلي أمل وكنت يعني فرحة بذلك، يعني لأن هذه الشروط كانت تعجيزية أمامي. فتقدمت إليهم على أساس الإدارة الصحية، فلما ذهبت قالوا لي لا، أنه أنت البكالوريوس ليس امتداد لتخصص الماستر. قلت طيب الشرط اللي كان في الإعلان لماذا يعني أنتم حطيتوه في النهاية ومن جيت وطبقت الشروط عليه كلها؟ لما درست وخلصت انتبهتوا؟ أي قالوا لي والله لو كنت مثلا شيء قريب، مثلا أنا البكالوريوس حقي إنجليزي، فقالوا لو كنت مثلا تاخذيه ممكن، يعني ما أدري، يعني ما أدري شو القصة. وش الفكرة من امتداد التخصص بس عشان والله نوضح للناس اللي قاعدة تشوفنا؟ يعني هم يفكرون أنه أنتوا لازم مثلا أنت إنجليزي كمل إنجليزي جميع مراحلك. هذا هو. الأخت أيضا الدكتورة رنا تفيدنا في هذا الموضوع أيضا لأنها هي أكاديمية. الدكتورة رنا، أنت أستاذة نظم معلومات واتصالات مساعدة، أول شيء الوظيفة هذه كانت جديدة أنت حصلتي عليها ولا سابقة ولا تركتيها ولا وش الوضع؟ أنا على رأس العمل، لكن جاي أمثل
عاطلون اللي هو الماجستير والدكتوراه، وبرضه من تجارب سابقة لي في التقديم قبل ما أتوظف في الجامعة. فيعني أغلب الشروط يعني المجحفة في حق السعوديين اللي هي امتداد التخصص زي ما ذكرت الأخت أمل، واللي هي برضو العمر. يعني امتداد التخصص لو لاحظنا في مثلا الوافد الأجنبي مثلا يكون تخصصه البكالوريوس كان علم نفس، وفي الماجستير حاسب آلي، وفي الدكتوراه تخصص آخر، يعني ما لا يمت بأي صلة. لكن لما يجي السعودي يكون اختلاف بسيط في التخصص يرفض. يعني حالة من الحالات كان تخصصها البكالوريوس فنون، نعم. تخصصت في الانتيريور ديزاين اللي هو التصميم الداخلي، رفضوها بحجة أنه ما في امتداد، وهو امتداد أصلا، هي متخرجة من كلية الفنون. فلماذا يعني فقط نطبق هذه الشروط على السعوديين دون الوافد؟ هذا المطالب اللي يعني نطالب فيها لحملة الماجستير والدكتوراه، هذا أهم شيء الآن يعني نتفق عليه. الثاني اللي هو العمر، يعني دائما مثلا لما يجي يتقدم السعودي لو فارق شهرين، يعني زي الدكتور عبد الله المراخي كان تقدم على استاذ مساعد كان فارق شهرين فقط سببت فيه رفضه. يعني وفي حالات اخرى للوافد استاذ مساعد باحدى الجامعات توظف عمره 73 سنه ولك التعليق، يعني لو يجي واحد سعودي عمره 50 سنة الحين هذا هو عمره 45 بس فارق شهرين قالوا ما نقبلك. طيب أنا بجيك على النقطة هذه، لكن أود أذكر بس السادة المشاهدين أنه بالهاشتاج للحلقة عاطلوا الماجستير الدكتوراه في هلا، إذا حبيتوا مشاركتنا أراكم أو تساؤلاتكم، أو إذا كان في أحد عنده حالة معينة مشابهة لحالة ضيوفي هنا في الاستوديو. قبل أن ننتقل للجد دكتورة رنا، بعض الجامعات يقول لك أنا أحتاج الاستقطاب مثلا لعمر 73 سنة أو غيره، يقول لك أنا أحتاج أنه يكون فيه تباين، وأحتاج يكون فيه تنوع في الكم المعرفي اللي موجود اليوم من قبل الأكاديميين اللي موجودين عندي في الجامعة، ودائما تستند الجامعات على هذا كمبدأ. هل هذا أمر واقع بالفعل؟ يعني تقصد أنه يكون ذوي خبرة يعني يستقطبون الأجانب قصدك؟ نعم. الحاصل الواقع ان الحاصل غير كذا، يعني تلقاهم الاغلب اجانب والسعوديين قله. يعني لان التوظيف، يعني في العقبات اللي تواجه السعوديين في التوظيف كاستاذ مساعد وكمحاضر الشروط جدا يعني بالنسبه لهم احيانا ما تنطبق، فهذه العقبه الاولى. وغير كذا التساهل الشديد في الاجنبي، يعني زي ما قلنا اصلا امتداد تخصص ما ينطبق عليهم ولا العمر، يعني يتساهلون في استقطابهم. وغير كذا لو فرضنا أن أوكي الأستاذ المساعد الأستاذ مشارك فما فوق، لأنها تضيف خبرة يعني للكلية أو للجامعة. نعم. لكن لما تجيب لي واحد محاضر، يعني الحين الجامعات تلقى جايبين أجانب محاضرين، يعني المحاضر الأولى فيها ابن البلد، منك بتجيب واحد من برا ما راح نستفيد. طيب هذا مو خبرة، يعني لو تجيب سعودي أفضل. جيد. أنا شادني بس الدكتور فيصل لاهدل معانا من استوديوهاتنا في جدة. دكتور فيصل معي؟ اي نعم معك. دكتور فيصل ابغى تجربتك في البحث عن عمل، كيف بدات الى اين وصلت؟ اشكرك استاذ جمال على الاستضافه هذه، والحقيقه انا اشكر زملائي اللي معي. والحقيقه احنا مشكلتنا كبيره، في سواء احنا طبعا مشكلتنا لا تحصر فقط في وزاره التعليم، ولكن نحن مشكلتنا محصورة في أربع وزارات. وزارة التعليم، وعندنا وزارة العمل، نعم. عندنا وزارة المالية وشح الفيز، أو شح الأرقام، آسف أرقام الوظيفية شحها، وعندنا وزارة الخدمة المدنية. فهذه أربع جهات حكومية جميعها أدارت ظهرها لنا وهمشتنا. فاحنا انا يعني بالنسبه لي كتجربه شخصيه لي، انا عند البحث الوظيفة بحثت في جميع الجامعات. طبعا انا تخصصي تخصص طاقه متجدده، هذا التخصص جديد في على مستوى العالم. انت تخصص يعني طاقه متجدده بالاقمار الصناعيه؟ لا يمكن. لا، طاقه متجدده اللي هي انتاج الطاقه من مصادر يعني غير النفط،
اللي هي مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقة الأرضية عدة مصادر. واضح تفضل. ايه وهذه يعني على حسب رؤية المملكة انت تعرف تنوع استخدام الطاقة او مصادر الطاقة هذا يعني يتماشى مع رؤية المملكة 2030. فالجامعات الآن اللي رفضت تخصصي انا يعني انا طبعا تخصصي في البكالوريوس فيزياء وفي الماجستير والدكتوراه طاقة متجددة ويعني التخصص لا يعني لا اتوقع انه ابدا يعني بعيد عن 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 تخصص البكالوريوس ولكن الـ يعني طبعا معظم الطاقة المتجددة تعتمد اساسا في الاساس على القوانين الفيزيائية يعني اذا جيت اساسا تنتج طاقة متجددة لابد انك ترجع للقوانين الفيزيائية طيب. عشان تشتغل عليها. أنا الإشكالية عندي أنا الآن زي ما تفضلت الدكتورة رنا أو يعني عندنا اللي هو بالنسبة للوافدين إنه لا يطبق عليهم الشروط التي تطبق علينا. عندنا أمثلة كثيرة. أنا عندي قائمة كبيرة ببعض الدكاترة الوافدين حتى السعوديين موجودين امتداد التخصص ينتفي غير موجود يعني تلقى تخصصه في البكالوريوس مختلف عن الماجستير والدكتوراه مثل يعني نفس حالتي. طيب ليش يطبق على ناس ولا يطبق على آخرين؟ هذه هنا الإشكالية. طيب حتى كمان الجامعات لديها مصادر أخرى يعني تقدر أنا يعني إذا أنت ما تبغاني أكون أكاديمي أدرس في عندك مراكز أبحاث ليش ما ندخل فيها؟ لما يكون في وظائف أكاديمية لكن على بند أو على مسمى باحث أكاديمي ليش هذه الوظيفة غير موجودة؟ دكتور كم جامعة قدمت يعني لو عليها في عام كم جامعة قدمت عليها للآن؟ أنا جميع الجامعات المملكة ترى كل الجامعات كل الجامعات خاصة حكومي كلها ترى غير موجود كله الخاصة طبعا ما عندهم تخصص طاقة متجددة أغلبهم إدارة أو تكون طب أشياء زي كذا بعيد عن تخصص عندنا مدينة كاملة عندنا مدينة خاصة. كاملة الآن للطاقة المتجددة من اللي بيشغل المدينة نزل وظائف وقدمت عليهم ولكن ما جاني رد منهم ما وصلك رد ما جاني رد أبدا أي ما جاني رد فاحنا الاشكاليه انه احنا انا قاعده بتكلم يعني احنا انا عندنا حلول يعني لو بس تسمع مننا وزاره التعليم عندنا حلول يقدروا يستوعبوا جميع العاطلين ترى من الدكتوراه والماجستير عندنا مراكز الابحاث هذه لو تشوف انه عندنا في عام 2016 دفعت الحكومه او المملكه على الدراسات الاستشاريه والبحثيه 12 مليار ريال وهذه معظم الذين عملوا في هذه الوظائف 95% منهم أجانب. طيب ليه يعني الجامعات هذه لو استثمرت في الخدمات الاستشارية والبحثية عن طريق المراكز البحثية عندهم أنا يعني عندها تقدر يعني في هذه عندها تقدر تدعم مراكز الأبحاث توظف كوادر بشرية مخرجات قوية للجامعة الجامعات نفسها راح يكون عندهم مخرجات قوية الطلاب يعني البحث التخرج عندهم يقدروا يدخلوا في هذه المشاريع وتصير مخرجات قوية انت تقدر تدربهم كمان على سوق العمل جي الطالب لين يتخرج يكون جاهز لسوق العمل عندك كمان اسمح لي يا دكتور ننتقل للفاصل وسأعود إليك أذكر فقط قبل أن ننتقل لهذا الفاصل بهاشتاج الحلقة عاطلوه الماجستير الدكتوراه فيها لفاصل ونعود مرحبا بكم مجددا متابعونا في حديثنا عن عاطلي الماجستير والدكتوراه أستاذ أمل الحديث عن موضوع العطالة لحاملي الماجستير والدكتوراه يقودني الموضوع مهم جدا برامج كثيرة أطلقتها اليوم جهات عدة
بدون ما أسمي، منها وظيفتك وبعتك، حملت الكثير من الوعود لكم أنتم المبتعثين. هل لمستوا على الأرض تطبيق فعلي لهذه البرامج؟ إذا كان اليوم أنتم لا زلتوا يعني تعانون من البطالة إلى الآن والعطالة. والله بالنسبة لي أنا كتجربة شخصية، أنا الحين راح أدخل في السنة الخامسة. بالنسبة لإخوتي وأخواني ممكن تعدوا 10 سنين بعضهم، سواء من الدارسين في داخل المملكة وحاصلين على الدرجات العليا أو من خارج المملكة اللي هم خريجين الابتعاث. طبعا والله لم نلمس، لو لمسنا لما كنت حضرت اليوم ومثلت وإخواني، وأيضا هم مثلوا في محافل أخرى وفعلوا هاشتاجات وحاولوا يصلون إلى قيادات ومسؤولين يعني كبار على أساس أنهم يحلون المشكلة هذه. أين الخلل في الخدمة المدنية؟ هل هو في مجالس الجامعة التي تطبق شروط تعجيزية نوعا ما على السعوديين وتتلافاها في الوافدين؟ ونحن وارجع واقول نحن لسنا ضد الوافدين ولسنا نحمل اي عنصريه او اي تشكيك فيهم، ولكن الان ابن البلد وبنت البلد حصلوا على شهادات عليا ودرسوا وتعبوا، لماذا؟ لكي يرفعوا دفه التعليم ويبرزوا ثقافتهم ويبرزوا ذكائهم للبلد لمصلحه الوطن. فالأفضل يعني والأحرى أنه يستفاد من هذا، من هذه الثروة الوطنية. يعني زي ما يقولون بالمثل سمنا في دقيقنا، يعني هذا أفضل شيء. بالنسبة لي أنا حضرت معارض وظيفية سواء خارج المملكة أو داخل المملكة، وما شاء الله حكومتنا ما قصرت في دعم الدارسين على حسابهم الخاص والدارسين في الابتعاث وأنشأت لهم هالمعارض. طيب لما نحضر هذه المعارض والله نقابل بأنه ما شاء الله أنتم ما شاء الله يعني طلاب ما شاء الله يعني حصلتوا على درجات ومرحب فيكم وكل شيء، لما نجي لأرض الواقع ما في شيء، ما يحصل شيء. لماذا؟ ما هو السبب؟ سواء هنا أو هناك، يعني هذا الشيء صراحة يعني حنا نشكو منه كثير. يعني سواء قابلناه في الخدمة المدنية لما ندخل مثلا أنا كشخصي وأكثر من ابن وابنة مثلي، لما يدخلون البيانات وهم يقول لك والله تخصصك ليس موجود أو شهادتك يعني ما تناسب مثلا نقدم بالبكالوريوس. ليش طلعوك اجل بعثه وقعدوا يدفعون يعني عليك ملايين؟ والله هو هذا عشان ترجعين وتجلسين في البيت هو المفروض. اي حكومتنا الرشيده يعني ما طلعتنا ولا ارسلتنا الا هناك يعني سوق في حقول العمل اكيد. طيب يعني هذا الهدف منها، بس نجي للواقع ما نحصل. دكتوره رنا، اغلب التخصصات اللي اليوم اللي موجود فيها غير سعوديين يشغلونها، ما هي ابرز التخصص؟ يعني هل في تخصصات اليوم تتعذر الجامعات انه ما في تخصصات للسعوديين؟ يعني معانا احنا الدكتور فيصل يعني حتى تخصصه نادر صحيح. اليوم وش التخصصات اللي موجوده عندنا في الجامعات وبالفعل يشغلها غير سعوديين والسعوديين قاعدين بالبيوت؟ يعني مثلا عندك التخصصات الانسانيه او التخصصات الادبيه زي النظريه زي اللغه العربيه، عندك الانجليزي، عندك الدراسات الاسلاميه، علم النفس. يعني تنصدم لما تلقى فيها اجنبي، وعندنا هنا كم هائل من الخريجين والخريجات معها ماجستير ودكتوراه بالتخصص. يعني ما ادري وين السبب هنا، وين الخلل في التوظيف، وين المشكله؟ يعني احنا نبي نعرف الاسباب من عدم توظيف السعوديين، يعني وان النسبه تكون عاليه، يعني مو 1% احيانا تفوق هذه النسبه. يعني تنصدم. مقتنع انه البرامج اللي تحدثنا قبل قليل انا والاستاذ امل حولها للمعارض الوظيفيه، وظيفتك وبعثتك لها مردود فعلي ولا مجرد برامج الاستهلاك؟ والله ما عندي خبره فيها كثير يعني، بس ما يمكن يكون لها مردود. يعني لو قلنا مثلا 50% فرضا، يعني لكن ما اتوقع انها بهذا الكم الهائل، لان كثيرين يرجعون اصلا ما يلقون وظائف. يعني مثلا زي وظيفتك وبعثتك، في ناس راحوا عن طريقها رجعوا ما لقوا وظيفه. في الاخير تتوظفوا عندنا في الجامعه. وعود. يعني تقول انصدمنا، رجعت ما لقيت وظيفه، فقدمت على جامعتنا وجاها النصيب. فاحيانا يعني وين الخلل بالضبط هنا؟ يعني اوكي انتم ارسلتوهم على اساس واعدينهم نرجع نلقى وظيفه، طب وين الوظيفه؟ وين الخلل يعني؟ طيب دكتور فيصل معي؟ معك. نعم دكتور فيصل، عن التخصصات النظريه وعن الجامعات، البعض يقول انه احد الاسباب اللي اليوم جعلت الجامعات محدوده في طرح هذه الوظائف انه
الجامعات لدينا اصلا مستنسخه، يعني التخصصات اللي موجوده عندنا في 28 جامعه هي ذات التخصصات لكل الجامعات، لا يوجد لدينا جامعه متخصصه، جامعه تقنيه، جامعه مثلا للطاقه المتجدده، جامعه. هل انت مع هذا الراي؟ الحقيقه انك تخلي جامعه كامله بطاقاتها بقدراتها بميزانياتها على تخصص واحد، هذا صراحة يعني بعد حتى كمان تعرف أن انتشارها الجغرافي الجامعات، يعني تعرف أنه لابد أن الطلاب يعني يلاقوا التخصصات المختلفة، فمستحيل أنك توجههم إذا كانوا في منطقة معينة أو مدينة معينة توجههم على تخصص واحد، لا أنا ضد هذا الكلام، بالعكس التنوع في الجامعة مطلوب وشيء جيد، لكن مشكلة الجامعات أنها لا تغير في التخصصات، يعني إحنا نكون انتهينا مثلا في بعض التخصصات خلاص ما عاد صار أحد يحصل وظيفة فيها، طيب ما في دراسات استراتيجية معينة تتطلب التغيير، التطور الموجود في العالم متى سنواكب هذا التطور، متى نوصل للعالم؟ أنا تخصصي هذا يدرس في أستراليا من عام 2006 و2007، طيب في جامعاتنا متى بيدرسوا هذا التخصص عندنا؟ فهذا شيء عجيب. طيب أنت الآن سوق العمل يتطلب طاقة متجددة، أنت ليه ما فتحت المجال؟ طيب الطلاب إذا جو تخرجوا أو أرادت الدولة ناس متخصصين في الطاقة المتجددة لا تجد في سوق العمل، فتضطر أنها تجيب واحد أجنبي من برا علشان يبدأ يغطي هذا الخلل، وبعدين تفكر الجامعات أنها تتواكب مع الرؤية. فهنا هذه هنا الإشكالية، أنه الرؤية في جهة والجامعات ومخرجاتها في جهة أخرى. وأنا الحقيقة أنا لا أريد أن أصب جميع اللوم على الجامعات أو وزارة التعليم، أيضا وزارة العمل، وزارة العمل إيش فين مخططك؟ هل يوجد قاعدة بيانات للمعطلين من المؤهلين؟ أنا سؤالي يا دكتور ما في، أنا سؤالي يا دكتور اليوم احنا نتكلم عن ابتعاث، يعني برنامج ابتعاث كلف مليارات على الحكومه وعلى الدوله، وانت ذكرت قبل قليل رقم ايضا 12 مليار للخدمات البحثيه، كل هذه الارقام يفترض ان تعود بدائره الى 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 صلب الاقتصاد والى هيكل الاقتصاد. هذه المبالغ لا تعتبر مبعثره اليوم لما يكون عندي طاقه ودكتور حامل شهاده في الطاقه المتجدده؟ صحيح، هذه هنا زي ما انا تكلمت، يعني اقول هذه هي الاشكاليه. الان انت يعني قاعد تصرف مليارات وملايين، وهذه المليارات والملايين هذه وين عائدها؟ طيب الان انتهى الاستشاري، 95% منهم اجانب، خلصوا وانتهت المشاريع وراحوا، ايش استفاد منها ابن البلد؟ متى نتعلم منهم؟ طيب انت اذا ما اشركتنا معاهم في سوق العمل ونشتغل مع بعض متى راح نتعلم؟ يعني انا اذا جيت انا اقدم على وظيفه في شركه خاصه يقول لي انت ايش خبرتك؟ ايش بعطيك انا؟ طيب دكتور وش الحلول اللي تعتقدون انها اليوم قائمه بالفعل؟ لان ما عندي وقت لو سمحت باختصار. طيب انا 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 اشوف ان الحلول ان تكون عندنا قاعده بيانات بجميع المعطلين من حمله الماجستير والدكتوراه، تكون جاهزه متى ما اردنا تكون جاهزه. وزارة المالية توفر أرقام وظيفية للمدرسين، يعني إذا حين صار أسهل للجامعة أنها تتعاقد مع الأجنبي أفضل من أنها تتعاقد مع السعودي. الخلل في الأرقام الوظيفية أيضا، كما أيضا يعني هنا إشكالية أيضا في التوظيف، يعني الجامعة تخاف أنها توظف واحد سعودي يقول أنت تجلس لي زي الوتد، يعني في الجامعة بهذا المصطلح، يقول أما الأجنبي إذا ما صلح لي أغيره وأجيب واحد ثاني بداله. لا، إحنا نغير الآلية، إذا أنا ما صلحت طلعني. صحيح، تعاقد معايا، يعني خلاص لا تعاقد مع الأجنبي، تعاقد معايا. طيب أستاذ أمل، الحلول اللي أمامكم، الحلول اللي تطرحونها يا عزيزي، أوجه للخدمة المدنية بتنزيل يعني شواغر لنا كحملة الماجستير والدكتوراه، ولا نواجه نفس الكلام تخصصك وشهادتك ليست مطلوبة وليست موجودة. لماذا؟ إذا ما هي في الأكاديمي خليها تصير في الإداري، طيب الإداري اللي هو الحكومي. هذا بالنسبة للخدمة المدنية. بالنسبة للقطاع الخاص، أناشد القطاع الخاص أيضا أنه يضرب بالبنان لحامل الماجستير والدكتوراه،
ولا يبخسه الثمن، بمعنى أنه لا يحطه في وظائف بسيطة ويقول والله هذا نعم. المتوفر وأنت إذا ما قدرت يعني شيء راجع لك يعني. دكتور رنا، أنا أرى يعني من إعادة بناء المعايير أو الشروط الحالية وإعطاء المتقدمين عن طريق الاختبارات مثلا أو عن طريق إلقاء محاضرة معينة، بحيث أنه يشوفون الأجدر أحسن من أنه فقط الاعتماد على الشروط. أنا هذا الحلول المقترحة. الدكتورة رنا العبدان، أستاذ نظم المعلومات والاتصالات المساعدة، شكرا جزيلا لك. أستاذ أمل الخالد، عاطلة تحمل درجة الماجستير، شكرا جزيلا لك. والدكتور فيصل أهدن من استودياتنا في جدة، عاطل أيضا يحمل درجة الدكتوراه في الطاقة المتجددة. الرسالة الأخيرة نوجهها لكل الجهات الحكومية وللقطاع الخاص في النظر إلى هذه الكفاءات وهذه الموارد التي يوما ما ستعود على الاقتصاد وعلى البلد بالكثير من العوائد على المدى الطويل. كل ما نأمله أن يكون هناك قرار حازم وحقيقي قادر على حل هذه المشكلة. احنا نتكلم عن ثروة حقيقية، اليوم نتكلم عن رؤية ستصل بنا إلى مستهدفات عالية. إن لم نستثمر بهذه الموارد التي دفعنا المليارات عليها اليوم، كثير منهم تغربوا، كثير منهم تركوا أهاليهم، وكثير منهم أهاليهم كانوا معهم، لكن بالنهاية يصل للبلد ولا يجد له مكان. شكرا جزيلا لكم.